بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الأداء لليمين القانوني اليوم في رئاسة محكمة استئناف كركوك، على بركة الله باشرنا اليوم بمهامنا كمحافظ لكركوك. سأكون الأخ والابن والقريب من الكل دون تمييز أو تفرقة، وسوف نعمل معا من أجل تحقيق أهدافنا، أهداف أهل كركوك بجميع مكوناتها، ألا وهو أن نجعل من كركوك نموذجا على مستوى كل محافظات العراقية من ناحية الإعمار والبناء، ونموذجا للتعايش السلمي بين مكوناتها، وهذا هو الهدف الرئيسي بالنسبة لي. نؤكد في رسالتنا اليوم سنكون معكم تحت خيمة الوطن، تحت خيمة كركوك من اليوم فصاعدا. الكل سوف نحمل هوية واحدة، ألا وهي هوية كركوك. سوف نعمل من أجل كركوك ومن أجل مستقبل أبناء كركوك. لا أريد أن يكون مستقبل أطفالكم وبناتكم مثل ما نحن عشنا خلال السنين السابقة. أريد أن أطمن بأنه أن يكون مستقبل أطفالنا، بناتنا وولدنا في كركوك عندما يذهبون للجامعات والمعاهد متماسكين معاً وليس متخاصمين ومختلفين، أن يكونوا متماسكين تحت راية واحدة ألا وهو كركوك فقط. لذلك أدعو جميع القوى السياسية والكتل السياسية، لهم أحقية عندما يعترضون على نتائج انتخابات الأخيرة لمجلس محافظة كركوك، انتخاب المحافظ ورئيس المجلس، ولكن أيضا ندعو أن نكون معا وأن نعمل معا من أجل تحقيق أهدافنا لا أكثر ولا أقل. سوف نكون متواصلين مع الحكومة الاتحادية بشكل أدق وقوي جدا من أجل تحقيق أكثر عدد من المشاريع الاستراتيجية والمشاريع البنى التحتية لمحافظتنا الحبيبة كركوك. لذلك أخواني وأخواتي أبناء هذه المحافظة الحبيبة، نعم تعبت كثيرا، كل المواطنين كركوك دون استثناء، لكن خلينا نكون متماسكين وأن نكون يدا واحدة من أجل أمن واستقرار كركوك، من أجل بناء كركوك وإعمار كركوك، ومثل ما أقول وأؤكد من أجل التعايش السلمي في كركوك. وأخوتي الصحفيين والإعلاميين ساعدونا في هذا، أنا أعرف مسؤوليتكم مو قليلة جدا، وسوف أكون معكم لنيل كل مستحقاتكم كالصحفيين والإعلاميين لممارسة مهامي كمحافظ تجاه حقوقكم ومستحقاتكم.